بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في سبي الصديقة الصغرى السيدة زينب عليه السلام. فعظم ذلك في صدري، بقول الإمام السجاد، على أبواب الخروج الأجساد موزع على الأرض، عظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي عليه السلام، فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجين بدمائهم، مرملين بالعرى، مسلبين، لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت: لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. يعني كان سلام الله عليها ترى ما يحصل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة بما آتاها الله. ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. الإمام السجاد عم ينقل عن السيدة زينب وهو إمام زمانها وهو أعلم بها بذلك، لكن يريد أن يبلغ هذا المضمون للأجيال من خلال ما حصل وقالته له السيدة زينب سلام الله عليه وعليها عند الخروج من كربلاء. هذا العهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قصته؟ قصته طويلة. أنه ذات يوم كان طعام رسول الله طعاما صنعته أم أيمن، طبعا شو كان طعام رسول الله الذي لم يشبع من خبز القمح ولم يذق خبز القمح وما شبع من خبز الشعير، ونحن منقول أشهد أن محمد رسول الله، والبيت المنيح الشاطر اللي بيكون فيه تنوع المآكل كذا، والمرأة النموذجية ما بتهتم بعبادتها قد ما بتهتم بالتفنن بالطبخ وغير الطبخ، والمرأة صايرة مقتنعة والرجال بده هيك، وكلاهما انحراف ما له علاقة بمهمة المرأة وعبادة المرأة وزينبية المرأة. في العهد المعهود صنع طعام، أكل الرسول، كان الجو جو فرح، ثم بدأ يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الأمر؟ نزل جبرائيل. ماذا قال جبرائيل بعد أن حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يجري على أمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت؟ حدثه عما يجري في كربلاء، وأن سبطك هذا وأومى بيده إلى الحسين. مين اللي عم يتحدث؟ جبرائيل مبلغا عن الله عز وجل. وأن سبطك هذا وأومى بيده إلى الحسين عليه السلام مقتول
في عصبة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات بأرض يقال لها كربلاء، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته، وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة، وأنها من بطحاء الجنة. فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه صبتك وأهله وأحاطت به كتائب أهل الكفر واللعنة، تزعزعت الأرض من أقطارها ومادت الجبال وكثر اضطرابها واصطفقت البحار بأمواجها وماجت السماوات بأهلها غضبا لك يا محمد ولذريتك واستعظاما لما ينتهك من حرمتك، ولشر ما تكافى به في ذريتك وعترتك، ولا يبقى شيء من ذلك إلا استأذن الله عز وجل في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين الذين هم حجة الله على خلقه بعدك، فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن: إني أنا الله الملك القادر الذي لا يفوته هارب ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام، وعزتي وجلالي لأعذبن من وتر رسولي وصفيي وانتهك حرمته وقتل عترته ونبذ عهده وظلم أهل بيته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فعند ذلك يضج كل شيء في السماوات والأراضين بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتك. فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده. سأقف عند العبارة الأخيرة لأنه أخيرا نشر على مواقع الأنترنت والواتساب وغيرها أنه الملك عزرائيل استعفى الله أنه يا ربي أعفني من قبض روح الحسين عليه السلام. الصحيح أن أصحاب الإمام الحسين تولى الله عز وجل قبض أرواحهم بيده، يعني لا توجد مهمة لعزرائيل بالنسبة لأصحاب الإمام، فكيف بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه؟ يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها، الوفاة تكون بعناية إلهية مباشرة وتكون عبر ملك الموت. هذا النص يقول أصحاب الإمام الحسين والإمام الحسين الجميع يتولى الله عز وجل قبض أرواحه. الأمر الآخر اللي عم بركز عليه هذا الجانب من العهد المعهود من النخب المخزون، أن المعصوم عندما يقتل فليس معنى ذلك أن الله عز وجل لا يريد أن ينصر وليه، بل المعنى أن الله عز وجل يريد أن يكون الإنسان مختارا، المؤمن بشطارته والكافر كمان بين قوسين على طريقته بشطارته، هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل. فكما يهتم الكفار بنصرة الباطل ينبغي أن يهتم المؤمنون بنصرة الحق. والله عز وجل تارك الدنيا مهلك، لو أراد أن ينصر وليه النبي أو المعصوم بالمعاجز لنصرهم، لكن المعاجز لا تربي أناسا مؤمنين باختيارهم. يعني إذا تلميذ بالمدرسة دائما نحن بنعطيه العلامات المنيحة ومننجحه ما بيتعلم شيء. البشرية تتعلم عندما تواجه هي الحقيقة ويصطف المؤمنون مع بعضهم في مقابل الكافرين الذين اصطفوا مع بعضهم، ويدفع كل شخص الثمن ليصل إلى هدفه ومبتغاه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله عز وجل بيقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن الدنيا دار امتحان. ولذلك لما السماوات والأراضون يشكون إلى الله عز وجل من ظلم الكفار لأهل البيت بعد رسول الله،
الله عز وجل بيقول لهم أنا القادر، لكن ما في مصلحة. يعني لا يمكن أن يختبر البشر، أن يختبر بنو الإنسان إلا بهذه الطريقة، أن المعصوم يحمل الهدى الإلهي، يقف معه بعض الناس ويحاربهم، أولئك هم يصمدون ويختبرون. وإذا بالذين نجحوا في الاختبار عدد مثلا كربلاء 71 شخص، هل 71 شخص صاروا قدوة للأجيال كلها ومواكب الشهادة ما تزال تستمر وتتوالى، وسيبقى هذا الأمر إلى أن يعم التوحيد العالم، فبيكون نتيجة الجهاد الذي يأتي بعد مرحلة النصرة للهدى الإلهي، الانتصار للهدى الإلهي. قاله ابن زياد لزينب عليها السلام حين أدخلت عليه: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. فقال ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج يومئذ، هبلتك أمك يا ابن مرجان. هذا الجانب من الحديث يبين لنا أن تخطيط الإلهي اللي أشرت له بالمحور الأول، تخطيط الإلهي لكربلاء كان قائما من أي مرحلة؟ تخطيط الإلهي لكربلاء كان موجودا قبل خلق الخلق، وكان موقع السيدة زينب عليه السلام من هذا التخطيط الإلهي حاضرا من قبل خلق الخلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهد لهذا، مهد لتنفيذ هذا التخطيط الإلهي. من جملة التمهيدات هذا الحديث، من جملة التمهيدات ما تقدم أنه المنام الذي قصته السيدة زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة التمهيد أن تسمية السيدة زينب نبوية يعني إلهية، من جملة التمهيد أنه شرط بعقد الزواج بين عبد الله بن جعفر والسيدة زينب أن تكون في كربلاء. من خصوصيات التمهيد كلام السيدة زينب مع ابن عباس عندما طلب من الإمام الحسين عليه السلام أن لا يأخذ النساء معه إلى كربلاء. إذن في عنا محور أساس ينبغي أن نتكلم عنه ونحن نحاول التعرف على عظمة مولاتنا السيدة زينب عليه السلام، هو محور ما قبل خلق الخلق. الحديث عن الحقيقة المحمدية لا ينفصل عن الحديث عن مولاتنا زينب، وشاء الله أن يراهن سبايا من الأول. الله عز وجل شاء، لأن علمه لا يصح أن يقال لم يكن ثم كان، شاء الله يعني علم الله، علم وهو بكل شيء عليم. موضوع مهمة السيدة زينب عليه السلام كرسول لرسول الله مع الإمام الحسين الذي هو الرسول الأول في مرحلته وإلى يوم القيامة من قبل رسول الله، مهمة السيدة زينب أن تكون رسولا يكمل رسالة الإمام الحسين، هذه المهمة كانت موجودة من قبل خلق آدم في علم الله عز وجل. وفرق كبير بين أن نتكلم عن السيدة زينب كما ذكرت في البداية
منذ ولادتها أو منذ خرجت مع الإمام الحسين إلى كربلاء، ونسمع إن شاء الله أن يراهن سبايا، وتبقى المسألة هيك غائمة ضبابية مش واضحة. شو يعني إن شاء الله أن يراهن سبايا؟ يعني لما منشوف بالقرآن الكريم إن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، هون بدنا نشوف في مهمة أيضا للسيدة زينب. يعني مش بس إنه أمير المؤمنين هو الذي سيتولى إدارة الأمور بعد رسول الله، لا، أيضا في أدوار المعصومين من بنيه في مهمة السيدة زينب مع سيد الشهداء، مهمتها كمهمة أمها الصديقة الكبرى مع أمير المؤمنين. مهمتها مع سيد الشهداء هي نصرة الحق، طبعا هنا محاور في الحديث، حضورها مع سيد الشهداء سلام الله عليه في كربلاء ما كان حضور امرأة أو أخت مع أخيها أو مع الرجال في أجواء الحرب، كان حضورها مع الإمام الحسين حضور القائد الإلهي العسكري. مثلا ليلة العاشر السيدة زينب عليه السلام تقول للإمام الحسين: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ قليله الكلمة ليلة العاشر. الإمام عليه السلام يتفقد المحاور، يعني موقع المعركة، فرآه هلال ابن نافع، معروف بالمصادر مسألة طويلة، ومشى معه ثم جلس خارج الخيمة. الإمام الحسين بدأ يتحدث مع السيدة زينب عليه السلام داخل الخيمة، سمع هلال ابن نافع أن السيدة زينب تقول: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فقال لها: بلى، لم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس. فمضى هلال ابن نافع إلى الشهيد حبيب بن مظاهر، والألم يعتصر قلبه أنه بنات رسول الله، بنات أمير المؤمنين، حرم رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء، يحتملنا أن يتفرق أصحاب الإمام الحسين عنه. هذا الأمر كان مفجع له، فمضى إلى حبيب بن مظاهر. حبيب عندما سمع هذا الخبر لم يتمالك نفسه، دعا الأصحاب جميعا إلى الاجتماع، خرجوا وخرج معهم أهل البيت أبو الفضل العباس ومولى علي الأكبر وسائر الموالين وأسيادنا. مهم، وكانت أول مظاهرة عاشورائية على الإطلاق. ما الذي تحدث فيها وختمها وأصدر البيان الختامي كما يقال السيدة زينب: أيها الطيبون حاموا عن حرم رسول الله. من جهة هل استعلمت من أصحابك نياتهم، من جهة ثانية أيها الطيبون حاموا عن حرم رسول الله. وقبل هذا عندما جاء الشهيد حبيب، في بعض المرويات أنها أرسلت إليه سلاما فأخذ يحث التراب على رأسه: من أنا حتى تسلم علي بنت أمير المؤمنين؟ يعني هو يعيش الفجيعة بغربتها من خلال وجودها مع سيد الشهداء في أرض قفر. هي بنت أمير المؤمنين، بنت من قتل في معركة بدر نصف الكفار، والملائكة وسائر المسلمين قتلوا النصف الآخر. ووجود زينب هنا من منطلق الحقد، حقد قريش على أمير المؤمنين على أبيها: أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. سيدة زينب عليه السلام موقعها من حفظ الذكر، وهذا الموقع، هذا المحور الثاني الذي ينبغي أن نتأمل فيه طيلة العمر في مهمة مولاتنا السيدة زينب. المحور الأول: متى شاء الله أن يراهن سبايا، ونتحدث في هذا المحور عن مرحلة ما قبل الخلق. المحور الثاني: كيف مهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتطبيق وتنفيذ
هذا التخطيط الإلهي. المحور الثالث أجواء السبي. الحديث عن أجواء السبي وعن كل محور من هذه المحاور طويل جدا، لكن في باب أجواء السبي ينبغي الحديث عن المقدمات وعن الحوادث وعن الدلالات. لا يتسع المجال هنا لأكثر من بعض الإشارات حول الدلالات. بالنسبة للدلالات، الأمر العنوان العام الذي ينبغي أن تقف عنده الأجيال، وإن لم نقف عنده لا نستفيد شيئا، هو اليقين الزينبي. اليقين، ولأن اليقين نتيجة عبادي، فلا بد وأن نقف عند العباد. ولأن اليقين والعبادي مرتبطان جذريا بولاية إمام الزمان، فلا بد وأن نتنبه إلى دقة ائتمار مولاتنا، التزام مولاتنا سيدة زينب بأمر إمام زمانها، سواء سيد الشهداء أو الإمام السجاد سلام الله عليهم أجمعين. إذن لا بد من الحديث عن اليقين الزينبي، ولا بد من الحديث عن العبادة، ولا بد من الحديث عن الائتمام بإمام الزمان. لنستفيد من ذلك كيف ينبغي أن ندرب أنفسنا على اليقين وعلى العبادة وعلى طاعة الإمام. أما بالنسبة لليقين الزينبي، أذكر هنا نموذجين فقط. النموذج الأول، تدخل السيدة زينب عليه السلام إلى مجلس ابن زياد. ابن زياد الفرعون الذي أصر على أن تدوس الخيل صدر الإمام الحسين، وهذا أمر في تاريخ الطبري والمصادر المختلفة موجود وأكيد. تدخل السيدة زينب إلى مجلس ابن زياد في الكوفة التي كانت عاصمة أبيها بالأمس. الجو جو قتل سيد الشهداء أبو الفضل العباس وولدها أو أولادها وعلي الأكبر والقاسم والطفل الرضيع. هذا الجو، أي إنسان غير عادي غير متصل بالله عز وجل ينهار أمام أقل من هذا بكثير. يعني لو لم يكن في كربلاء إلا ذبح الطفل الرضيع فهو كاف لكثير من الناس بالانهيار، كاف للانهيار. هذه المشاهد كلها قبل أن تخرج من كربلاء قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا عالم آخر، عالم آخر. إيانا أن نستسهل التلفظ باسم كلمة زينب. إمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يقول أرى نفسي عاجزا حتى عن مجرد ذكر اسم الزهراء عليه السلام، أنه من أنا حتى أتلفظ باسمها الصديقة الكبرى عليه السلام. إيانا أن نتصور، لأننا نحن نقيم المجالس ونحضر ونبكي ونتفجع، ففي مونع السيدة زينب، نحن صايرين خشبوش معها ونعرفها، ولذلك نكثر من أسماء زينب ولا ننتبه لعظمة هذا الاسم، وأن هذا الاسم حرز حريز. أولا تسمية كما مر من الله عز وجل. السيدة زينب عليه السلام قبل أن تخرج من كربلاء اللهم تقبل منا هذا القربان، في مجلس ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة. لو أننا أمضينا العمر نحاول أن نفهم هذا الكلام لا ننجز إلا القليل الذي قد يتيسر لنا من فهمه. هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم، كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان.
هذا الكلام للطاغي يصفه المؤرخون تاريخ الطبري وغيره لا يصطلى بناره، لا يصطلى بناره يعني ما حدا يحاول انه يعرض تعريض هيك معين او شيء اشارة لانه فرعون. طبعا كان من جملة الردود لعمري ان هذه سجاعة، انه كلامها بوقع معين مثل ابوها. طيب في مجلس يزيد، هاي الخطبة الزينبية اللي بمجلس البيت الأسود كان مركز عاصمة القطب الأوحد آنذاك، هاي الخطبة هي التي اقتلع بها الحسين سلام الله عليه جذور الشجرة الملعونة في القرآن، ثم أكمل هدم الإمبراطورية الأموية بخطبة الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم. خطبة السيدة زينب تشبه خطبة أمها الصديقة الكبرى، خطبة الإمام السجاد تشبه خطبة الخطبة الشقشقية التي جاءت بعد خطبة الصديقة الكبرى الزهراء بربع قرن، لكن خطبة الإمام السجاد اجت بعد خطبة السيدة زينب كم يوم، بوقت قليل. مهم خطبة السيدة زينب عليها السلام هي تجلي اليقين النبوي. السيدة زينب عليها السلام يقينها بأي مستوى؟ إسماعيل ابن النبي إبراهيم مقامه بالتوحيد عظيم جدا، بحيث أنه أبوه بيقول له إني أرى في المنام أني أذبحك. تصوروا واحد مخلي ابنه بالصحراء ومرته وغاب كم سنة وجاي إني أرى في المنام أني أذبحه، بيقول له ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا يقين عظيم. السيدة زينب تقول ما رأيت إلا جميلة، أعظم من هذا بكثير، مش تقليلا من عظمة توحيد إسماعيل. أين نحن لنصل إلى أقل بكثير من توحيد إسماعيل؟ أن أباه يقول له إني أرى في المنام أني أذبحه، يا أبا تفعل ما تؤمر. لكن عظمة السيدة زينب ويقين السيدة زينب أعلى من هذا بكثير. ما رأيت إلا جميلة، الموطن مش موطن صبر ولا موطن شكر وفقط، وإنما موطن شكر كثير جدا، لأن ما رأته جميل جدا. ما رأيت إلا جميلة، حصر بالجمال. هذا اليقين تجلى في خطبتها في كل حرف من حروفها، كل حرف من حروف السيدة زينب خطبتها في الشام كضربة من ضربات ذي الفقار، كل حرف كضربة من ضربات ذي الفقار.